السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أخوكم عبد الرحمن الخالدي، واليوم التغطية من معرض المهرجان للسيارات. أخي الكريم، أتمنى منك الاشتراك بالقناة، وأخي المشترك أتمنى منك دعم القناة، ولا تنسوا الأخوة الكرام إضافة سناب شات تويتر انستغرام عندكم على زاوية الشاشة. واليوم التغطية عن سيارة جديدة وليدة من لكزس، طبعا سيارة توها جديدة من لكزس، إصدار جديد، فئة جديدة، اللي هي UX200 فئة AA ستاندر 2019، وار شركة عبد اللطيف جميل. سعر السيارة في حدود 148,000، طبعا السعر لا يشمل الضريبة ولا يشمل التسجيل. السيارة طبعا سيارة كروس أوفر، أصغر سيارة SUV من لكزس، طبعا هي بعد الفئة لكزس NX. هذا الإصدار UX، يعني عندنا فئة الإكس ما شاء الله تبارك الرحمن، عندنا عدة فئات، اللي هي الإكس اللي هو هذا طبعا شبيه اللاند كروزر او اللاند كروزر حق اللكزس، وعندنا الجي اكس 460 اللي هو لها الله البرادو، على قولتهم برادو اللكزس او برادو الشيوخ، وعندنا الار اكس، وطبعا المعروف اكثر شيء، وعندنا الان اكس، والحين اليو اكس، ما شاء الله عده فئات اس يو في. طبعا سياره 4 سلندر، اقتصاديه، جميله، صغيره الحجم، امانه يعني صغيره الصراحه، يعني تقدر تقول انها سيارة هاتشباك نوعا ما، لكن هي من سيارات الـ SUV. حصلت تصميم جديد، نلاحظ خط الـ LED اللي جايب الخلف الجميل هذا، صراحة فكرة جديدة من لكزس. طبعا UX200 طراز السيارة، هذا جنوطها جايب اللون الأسود، طبعا هذه فئة الستاندر. سيارة SUV كروس أوفر دفع أمامي، طبعا يجي منها دفع رباعي، لكن الفئة اللي معي أو الفئة الأمامي حاليا هي دفع أمامي. المواصفات طبعا حقت المحرك، الجير، محرك 2000 CC، تنفس طبيعي، تعتقد أنه 168 حصان، والجير أوتوماتيك CVT، نظام الدفع فهو أمامي، طبعا لها الله مواصلات سيارة خارجية، نلاحظ فيها فتحة سقف وليست بانوراما، فتحة سقف، لكن نلاحظ أنها تطلع لفوق، نفس فكرة الـ LS. طبعا هذه الانوار حق سياره LED، النور العلوي الواطي LED، في كشافات ضباب هنا طبعا LED، واربع حساسات اماميه. الشيء الغريب، انا مستغرب، انا جاي الحساس بارز عن الصدام، فهذه الحركه ما هي مشهوره في لكزس الصراحه، دائما يكون الحساس داخل او مع الصدام نفسه، لكن عموما هو شد مصنعي يعني بالاول والاخير. الجنوط مقاس 17 انش، عندنا اشارات المرايه، والمراية نفس الشكل اللي موجود في الاي اس واللي موجودة برضو في الاس، راية الفخمة الجميلة صراحة. لاحظ الرفارف هذه، يعني هي فكرة السيارات هذه، ترى يعني اللي اول الشباب او البنات اللي يستهدفون اول كانوا يشترون الجيوب، يعني يبغى السيارة شبه مرتفعة، فهذا خيار مناسب. طيب طبعا عندنا اربع حساسات خلفيه، عندنا UX200 لكزس، زي ما تشوفون شعر السياره صراحه الخلفيه كلام ثاني امانه، يعني جميله جدا. طبعا عندنا المساحات الجناح الخلفي، هذه ستاندر على السياره على جميع الفئات. نروح لصرفيه الوقود، وهنا الكلام الجميل، هنا الكلام اللي يفتح النفس، كل لتر بنزين يمشيك 18.3 كيلو، تقييم سياره ممتاز بلس. طبعا الجير سيفيتي، دفع امامي زي ما تشوفون، نوع الهيكل هاتشباك مصنفينها. طبعا هي تصنيفها من لكزس SUV، لها الله. طبعا SUV في لكزس هي فئات الإكس، نلاحظ انها مش فئات الإكس. طبعا هذه السيارة من الداخل، صوركم المقاعد، هذه مقاعدها، جلد، لون جملي، في عندكم هنا صور كرسي الراكب افضل، نلاحظ التطريزات الجميله على المراتب، الابواب صراحه هنا جاي بلاستيك بسطري في طراوه، كله بطري الباب صراحه. عندكم هنا الجلد جمالي، الزجاج الكهربائي الى اخره، بتكلم عنها بعد شوي. هذه من الخلف، نفس الفكره، لا بس الباب من خلف، الامام جاي بلاستيك طري هنا قوي، عادي بلاستيك عادي، وهنا طبعا جلد. طبعا عندنا هنا الدكه بالوسط، حمد الكواب 2، صراحه المساحه الداخليه شوي فيها ضيق،
المفروض يعني مرجعين المراتب شوي وراه يستغلون المساحة. طيب في فتحات تكييف خلفية، وعندنا منفذين شحن يو اس بي موجودة تحت. يركب والله صراحة لا الله بذلك الزود محشور شوي. طبعا ممكن تتقدم الكرسي لآخره، فكرة حلوة. عندنا نور الليد الخلفية صراحة جميل جدا. هذا هو. طيب الحين ننتقل، حتى الحين الدخول سهل بس الخروج. هذه شنطة السيارة، طبعا حساسات الخلفية لآخره، هذه فرشاتها، طبعا هذه الستارة حقت التغطية. عندكم هنا علاقات، شيل 4 كيلو. هنا عدة السيارة، فرشة الصلاة، سبير الخلفي، العدة، العفريتة، كلها موجودة هنا. أنوار خلفية زي ما تشوفون، LED حقت الألواح. طبعا الحين ندخل داخل السيارة نصورها من الداخل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا سيارة دخول ذكي من منفذ السائق والراكب. بسم الله لكم الإضاءة كاملة. طبعا إضاءة تاتش جاية. هذه فتح السيارة الذكية زي ما تشوفون، دخول ذكي مع تشغيل ذكي من منفذ السائق والراكب، الدخول والتشغيل الذكي، كرسي السائق والراكب حركة كهربائية، المقاعد جلد جميلي، طبعا زجاج كهربائي، مراية كهربائية بخاصية الطي. وعندكم هنا طبعا هذا هو دركسون السيارة. عندنا تحكم بالنظام الصوتي، في أوامر صوتية، عندنا البلوتوث، طبعا تحكم بعداد الرحلات. العداد نفسه تقدر تقلبه إلكتروني أو عادي بشكل كلاسيكي زي ما تشوفون. هنا تقليدي، الشكل التقليدي يسمونه كذا، رقمي كذا تقليدي. عموما فيها مثبت سرعة، لكن بما انها فئة ستاندر ما فيها رادار ما فيها نقطة عمية، فتجي بالفئات الاعلى. عندنا نظام تراكشن هنا موجود، تصميم ليكسس الجديد للطبلونات. طبعا السيارة حاصلة على التصميم كامل، نظام تراكشن. وعندنا هنا نظام سبورت، نورمال، ايكو موجود. وعندنا طبعا هنا شاشة معلومات بكاميرا خلفية، هذه هي. طبعا لمس تطبيقات، خلنا نشوف التطبيقات، لازم تشبكه بالواي فاي. طيب طبعا شكل التكييف حقها جاي زي الازرير، على قولت واحد تشبه ازرير الكاسيت، يقول لي ما حبيتها. انا صراحه حبيتها امانه، التصميم التكييف حبيت. عندنا هنا تسخين المرايات الجانبيه موجود فيها. طيب في السي دي موجود. طبعا تسخين المقاعد الاماميه موجود. جرانت الكهربائي هنا موجود، والهولد حقي هذا هو. طيب التاتش هنا حق التحكم بالشاشه موجود. طيب الشيء الغريب انه وين حاطين تحكم بالنظام الصوتي اللي تحت المسجل؟ ما هو هنا، خليك من ذا، هذا حق السائق، حاطينه لك هنا. حركه جميله وجديده من لكزس. طبعا صراحه عجبتني برضو الحركه، تحكم فيها من هنا، ترفع الصوت، الراديو تقلب من هنا، يعني طفيها من هنا، فصراحه حركه جديده جميله. طيب تكه بالوسط هذه، فيها منفذين يو اس بي اكيد، منفذ يو اكس برضو موجود في التكاية. لا ننسى ان السيارة فيها الشاحن اللاسلكي للجوال، ما تدعم الشاحن اللاسلكي موجود، الجوالات تدعم الشاحن اللاسلكي موجود فيها. حامل تكوى بعد اثنين برضه موجود. سنتر لوك في باب الراكب، مراية عادية وليست تعتيم. يا لكزس يا لكزس، عيب والله. طيب شماسة فيها مراية مع إنارة، نور سقف LED. وش في بعد مواصفات؟ ساعة لكزس الكلاسيكية برضه موجودة. هذه ابرز المواصفات اخوي الكرام. طبعا خلت كلمة تصميم الطبلون جاي من الجلد، خياط صراحه انيق جدا، يعني حاصه السياره على فكره لكزس الجديده للسيارات، صناعه السيارات. فالسياره لا هي بشكل كلاسيكي ولا شيء، بالعكس ماشيه مع موجه لكزس، حتى لكزس مغيره الموجه كلها كامل على جميع سياراتها. هذه اصغر سياره، فرخ يعني فرخ الجيوب باللكزس، اصغر شيء فيها الجيوب كروس اوفر. كيف يعني جيب؟ إذا كان دفع رباعي يعني والله ما بروح أثمامة ولا بروح مقناص ولا لا،
هدك تروح شفت الدبابات حقت ثمامة هناك، تمشى هناك فكرتها. أو مثلا والله بر خفيف ما فيه تطعيس زيادة، أوكي تمشي معك، لكن تأخذ بالاحتياط أن السيارة ترى نازلة شوي عن السيارات الثانية. فكرتها ما هي فكرة الدفع الرباعي إنه أوه لا أنا أبغاها أوفرود، لا ما هي بالفكرة هذه. فكرة الدفع الرباعي اللي يعطيك هنا أمان أكثر مثلا، ثبات أكثر على الخط على المنعطفات، هذه فكرة السيارة في الدفع الرباعي. لكن هذه دفع أمامي، هذا ما يبغى يطلع لا بر ولا ينقز رصيف ولا شيء، يبغاه يروح البيت الدوام يمسك خط يروح كذا، هذه فكرة السيارة. طبعا منافسين اعتقد بي ام دبليو اكس 1 عندنا الاودي كيو 3 برضو من المنافسين، والمرسيدس اتوقع جي ال اي اللي هو اصغر واحد عندهم برضو من المنافسين السياره هذه. فالسياره على فكره هي مبنيه على نفس الشاسيه حق تويوتا كورولا والبيريوس وتويوتا السي اتش ار اللي احنا ما نعرفه، لكن بحط لكم الحين الصوره بتشوفونها التويوتا السي اتش ار. طبعا هذا جيب صغير من تويوتا ما يجيبون عندنا احنا، يعني سوقنا ما يجيبون لنا سيارات حقت العاديه، سيارات عاديه يعني الكورولا كامري انوفا افانزا رش، يجيبون هذه السيارات ما يجيبون لنا السيارات الحلوه اللي زي السي اتش ار. طيب بوصفة أمن السلامة فرامل ABS نظام الثبات الإلكتروني حساس كفرات رباقات أمامية وجانبية وعدد 5 أحزمة أمان، هذه أبرز المواصفات للسيارة. بالنسبة للسيارة صراحة سعر مبالغ فيه، صحيح تستهدف ناس معينين تلقى رواج تلقى ناس محبين لها، لكن سعر أنا بالنسبة لي أشوفه مبالغ، لأن الـ NX سعره في حدود الـ 155 ألف ريال تقريبا. لا بزود شوي واخذ ان اكس مثلا مثلا اذا فكرت اشتري صراحه، بس طبعا الفئات هذه الكروس اوفر بشكل عام ما تناسبني، انا احب الاوفرود. يعني في الليكزس انا عندي سيارتين احبهم كاوفرود اللي هم الجي اكس 460 والاكس 570، هذيك سيارات احبها يعني اعشقها حتى لو شكلها كثير من الناس تعيب والله الجي اكس 460 سيء ما ادري ايش، لكن انا بالنسبه لي افضل من غيره. طولت عليكم اخواني الكرام بالفيديو، لا تنسوا تضيفوني سناب شات تويتر انستغرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.